بأيتي تريد. قال الله عز وجل: ابن آدم بمشيئتي كنت. أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، وبقوتي أديت فرائضي، وبنعمتي قويت على معصيتي، جعلتك سميعا بصيرا قويا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وذلك أني أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني. إنني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. قد نظمت لك كل شيء تريد.